مرق كتير معنا مواد بالمقتطفات اللي قرأناهم من الصحف وهن بصلب مواضيعنا رح نناقشهم نحن وياك، وانطلق من الخبر يلي موجود بصحيفة اللواء بمنشات صحيفة اللواء اليوم والذي يتحدث عن أول شيء عن موضوع إقدام بعض المصارف اللبنانية على بيع ممتلكاتها وسنداتها من اليوروبونز إلى مصارف أجنبية وشركات أجنبية رغبة بالربح، الآن بيقولوا رغبة بتأمين السيولة، ولكن في إشكالية كتير كبيرة هون، وتحرك القضاء بشخص الوزيرة ماري كلود نجم وطالب لجنة التحقيق بمصرف لبنان بمعرفة من هم أصحاب هودي المصارف، وعلى ما يبدو في عدد كبير منهم مصرف ومصرفين يعني قاموا بهذه العملية. شو رأيك؟ شو بأي خانة تندرج؟ أنا قلت لك أنا برأيي، هلا قلت لي إنه هني بحق لهم بالقانون بالمبدأ، بحق لهم، بس بالمبدأ كمان إحنا بحق لنا نعرف مين هن، حتى يعني في حساب نتحاسب نحن وياهم، بنقدر نعرف مين هن؟ نتحاسب نحن وياهم كحكومة كدولة كوطن يعني على هالموضوع. بس إذا كان هو متسلح بالقانون كيف فيك تتحاسب أنت وياه؟ ما فيك تحسبوا على النوايا، فيك لا تسأليه إنه ليش بعت أنت يا حبيبي؟ بيقول لك وبيعطيك رأيه، بيقول لك يا أخي أنا على السيولة عم يجي عندي على البنك بدهم دولار بعندي، شو بتقول له ساعتها؟ يعني على القليل بتاخذي منه شو موقفه، وبعدين انت بتطلع بتعملي اناليسز بتدرسي انت الموضوع وبتشوفي اذا هذا كان الدافع الوحيد ولا في دوافع اخرى، عرفتي كيف؟ ولا كان هذا تيعقد موضوع المفاوضات ما بيننا وبين حمله اليوروبونز. من مصلحه مين تعقيد موضوع المفاوضات؟ من مصلحه البنوك، ما بدها شيء. شوفي ست سمر، نحن البنك هيدا عنا بلبنان، عارف كيف؟ وفي خبز وملح بيننا وبينه، وشبعان منا وبطلع ارباح منا تاني شبعان، لك صار لهم اربع خمس سنين بيوزعوا ارباح، عارف كيف؟ كلها وهميه، كلها بيبر بروفيتس وهميه. ما انتم عارفين البلد مفلس من اربع وخمس سنين، من وقت وقت اللي عملتوا الهندسه الماليه عارفين انه البلد فلس، مين بيتدين بفوائد 30 و40 و50% ويوزع بونسز والى اخره لو ما مفلس؟ بونزي سكيم يعني، فانتم عارفين البلد شو عم توزعوا ارباح؟ فأنا احنا في حساب نحن والمصارف فينا نتحزم نحن وياه اذا فينا نعرف ان خلفيتهم. هلا لما انت بتزتي هاليوروبونز لبرا عارف كيف؟ طبعا بتصير مفاوضات، لانه نحن منمون عليهم، منمون عليهم انه يابا هذا اجلوا هالموضوع، احنا بنساعدكم بموضوع اللبناني، بنساعدكم بموضوع السيول اللبناني، يعني في اخذ وعطاء، بس يطلعوا لبرا هذا اللي برا بيفهم بده المصريات، بده مصرياته وبده الفوائد وبده اياهم على الوقت، عرفت كيف؟ بات ميكس ات مور كومبليكيتد، اكيد واحد ما بتمون عليه بشيء، والثاني بنك بتمون عليه كثير لانه موجود عندي. هلا فيها تنفهم بموضوع المؤامره على الداخل وتعقيد موضوع التفاوض، لان حاكم مصرف لبنان والمصارف هن مع سداد، هن واقفين ضد عدم الدفع يعني، وهذا الموضوع عم بيكون صريح يعني عم يعلنوا حاكم مصرف لبنان باجتماعاته 100% هن مع هذا الموضوع. طيب بس نجي على عقدة أساسية، ما بيقولوا لنا ليش ما هن ما هو مصرف لبنان يا أخي، هودي كلهم أنا سألت بالجلسة آخر جلسة يا أخي، هودي جامعة مصرف لبنان ما حدا درس اقتصاد، كلهم سماسرة وبروكرز، ما بيصير الحكي. طيب يا أخي أعطيني قصة، اعطيني انت عم تقول ما لازم انا اتمنى عن الدفع، طيب قل لي شو القصه تبعك؟ لامتين فيني اتمنى لامتين فيني ادفع؟ شهرين؟ سته؟ سنه؟ قل لي قديش، اعطيني القصه، بعدين شو بعمل؟ اعطيني القصه، عندك شي فوركاست فاينانشال بروجكشن كاش فلو بروجكشن ايكونوميك فوركاست فرجيك انه بعد سنه من هلا سنه انت بترتاح وساعتها فيك طيب انت اعطيني قصه مع قرارك بالدفع، بدك تعطيني قصه، مش تكذب علي بتقول لي انا عندي هندسات ماليه بحكي مع البنوك باجله وبعدين عرف كيف بساعدهم انا باللبناني، يعني حفله زياده ديون علينا بحبوصه كبيره من الدين تا ان يعني نشتري سنه زياده، نحن بعنا المستقبل بالهندسه الماليه اللبناني، نحن بس مشان سنتين ثلاثه نزقف ونرقص على التايتانيك بعناهم كل بعنا المستقبل كله سوا، عالعظيم بعدين شو طلع من الموضوع؟ اذا ما عندك قصه وراه لا تعمله، بعدهم ماشيين بنفس الموضوع، انا ما بسميها هندسه ماليه، انا بسميها شعوذه ماليه لانه هي ما فيها شيء من الهندسه، ما قال عليها بالهندسه. كلمه شعوذه مسموحه بعلم الاقتصاد يعني مسموح بقى مشان هيك انا بفتش على اي واحد يلي هو مع الدافع يقول لي يا خيي انت عال نحن بندفع، بس بعدين اللي وين يعني وين رايحين نحن؟
فينا ليش ما نحطت هذه المصارف وحاكم المصرف عند حد بوقت اللي كان بعد في إمكانية لإنقاذ ما؟ ما كان نحن، ما هو المشكلة أنت بتعرف المشكلة ست سمر مثلنا كلنا سوا، كانت الحكومة القديمة ما لها قلب تاخذ ولا قرار، وقلنا أنه ما صلحت شيء أبدا. الحكومة القديمة ما لها قلب تاخذ ولا أي قرار، ولا قرار. طيب بعدين طيب بس انه طلع القرار الذكي الوحيد عنده رئيس الجمهوريه مثلا، مجلس النواب وين كان من المساءله والمحاسبه وتوجيه الاسئله للحكومه بهذا الموضوع؟ يعني كمان منا بس مسؤوليه حكومه لحالها، ما المسؤوليه مشتركه. هي حبيبتي كله يعني بنرجع العود على بدء، بنقول هن عندنا حكم مسطح يتالف من ملوك الطوائف اللي هن سبعه او الحاكمين. أنا قلت لك هودي السبعة، هن في عنا سبع رؤساء جمهورية، سبع رؤساء حكومة، وسبع رؤساء مجلس، وسبع وزراء، وسبع نواب، هيدا الدولة اللبنانية. هيدا الدولة اللبنانية هيدا هي، ليش بدنا نوسعها نحن؟ عرفت كيف؟ هي الحقيقة، هي الحقيقة، عرفت كيف؟ هيدي التجربة فشلت، تجربة الحكم المسطح، ما بتوصل لمحل هيدا. ما في، ألغينا نحن بإيدنا، ألغينا هرمية السلطة وتسلسلها ومركزيتها. وبدلناها بالطائف بحكم مسطح حيث الكل يحكم او لا احد يحكم، وبالتالي لا احد يحكم لان الكل يحكم. هيدي صار هيدا خيارنا نحن، عارف كيف؟ وبعدنا ماشيين فيه نحن هالموضوع. هالمره اوكي قسم من ملوك الطوائف اثنين ثلاثه اللي هن قرروا ما يمشوا بجنازه، يعني ما يحملوا التابوت. قالوا نحن بنتفرج، ما بنخربط عليكم بجنازه، بس ما بدنا نحمل التابوت معكم، انتوا اعملوا لحالكم. مين اللي هول؟ يلي ما فاتوا بالتركيبة الحكومة، اني يعني انعزموا بس ما حبوا يفوتوا. ايه بس انه هيدا ما بيعفي حدا. بس المسؤوليات بالنسبة لإلهم، عارف كيف؟ بهالألعاب اللي بلبنان بفوت فيها نحن الأساس الخلل انه مجتمع متعدد الولاءات الطائفية، هيدا أساس الخلل عندنا، أساسه بمجتمعنا، عارف كيف؟ بقى نحن بضل يراهنوا انه أفضلهم شعبيا سياسيا وات ايفر، يعني انه يكونوا ما يخربطوا، بس انه بنفس الوقت ما يكونوا يعني فايتين بهالموضوع لجوا. هلا بكره مبين اذا افضل هيك يعني ولا هيك، ما بنعرف. حدا بيعرف شو في موجودات بمصرف لبنان؟ هلا بنعرف قد ما ارقامه بتعرفنا، عارف كيف؟ حسب ارقامه، عارف كيف؟ مش مهم اللبناني، برجع المهم الدولار، عم نحكي بالدولار. حسب أرقامه عنده 37 مليار دولار موثق ولا حسب ما بيقول؟ خليني أخبرك، في منهم قصة، منهم مش كلهم يعني سيولي، في منهم يورو بونز، في 4-5 اي دون نو، بيبقى عندك شيء 30 مليار دولار أو شوي أكثر هن الكرنسي. هلا من هودي 30 مليار دولار في عندك 18 مليار دولار هودي ليجل ريزيرف ريكوايرمنت، هودي كل بنك تجي وديعة بالدولار مجبور يعطي 15% حطها بمصرف لبنان، هيدي لتأمين سلامة القطاع المصرفي. لا هي ملك مصرف لبنان ولا هي ملك البنوك، هيدي بس للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي. هو في 18 مليار، شيليون 18، ما بيبقى مصرف لبنان إذا أبو زيد خاله عنده 10-12 مليار دولار في يتصرف فيهم. أنا هيك بس ما في، لأنه أرقام واضحة، وما زال حاكم مصرف لبنان حتى الساعة يرفض تسليم رئاسة الحكومة والجهات المعنية. يعني شو بتتضمنوا الجردة وشو الموجودات بمصر؟ يعني أنا حسب ما بقرأ تقارير برا أكتر من جوا، تقارير برا أنا بعتمد كثير على تقارير برا لأنه ما المصلحة يكذبوا، عارف كيف؟ كل واحد بيقول لك هلا مؤامرة سياسية، ما في مؤامرة سياسية، هودي شركات متخصصة ومؤسسات متخصصة بيقولوا مصرف لبنان بأحسن حالاته مصرياته الليكويديتي تبعه السيولي بتدين بتأدي ماكسيموم سنة أو سنتين ماكسيموم، يعني بين السنة والسنتين، هالسنة مأمنة، سنة الجاية مش كلها مأمنة، يمكن ما يتأمن منها شيء. هودي مصرية مصرف لبنان بالمختصر المختصر ما في هودي هن. والدولار وديع الناس بالدولار يلي هن بحدود ال 120 مليار دولار، هودي الودائع في 60 مليار دولار صارفينهم بين الخزينة ومصرف لبنان راحوا. نص الودائع من تبخروا، والستين الباقيين في 50 بالقطاع الخاص مديونين للقطاع الخاص، وفي نسبة تعثر عالية حتكون فيهم تفوق 20%، وفي ليجل ريزيرف ما حكينا عنهم، وفي شوية سيولة بالكورسبوندنت بانكس برا وجوا، يعني بيغطوا النص الثاني تبع الودائع مع الكابيتال تبع البنوك
عندك الكابيتال تبع عندهم عندهم الوركينج كابيتال تبعهم. بقى هودي هن يعني ديش بقرك انت بيقولوا لك هلا المصاري بيقولوا لك الوديع موجود. يا خيي انا وين ما في شيء بيثبت انه الوديع الموجوده وهالبدائع اللي ما عم تعطوها للناس. انا ما بدي احكي بنظريه ماليه او اقتصاد، انا بردكم لمقال كتب النهار كاتبه رئيس لجنه الرقابه على المصارف سمير سليم حمود بتسعة كانون الثاني بيقول فيه اخر جمله ما في لزوم لبلاقي تحريها، هي طويله المقال حلوه بس بيقول باخر جمله واخيرا انا عجبتني واخيرا على الدولة على الدولة يلي المودعين حميوا بودائعهم الدولة اللبنانية انه ترد لهم مصرياتهم ترد لهم مصرياتهم بعد اخذتهم اكلتهم شو معناتها يا خيي هيدا يعني شو عم بتقلي هلا شو عم تقول للناس عم للمودعين عم تقول لهم راحوا مصرياتكم انا عم اقول لك انه سميته دولار الجنزير هيدا محبوس هيدا المحجوز بالبنك محبوس مؤبد هيدا مش انه بيطلع بعد طيب. سنة خلينا سنتين. خلينا ان 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 نوضح اكثر ودائع الدولار راحت ايه في بعد الى افنيو واحد موجود انه ياخذوها باللبناني لا لانه في القطاع الخاص نحن مدينينه البنوكي مدينينه 50 مليار دولار في اي واحد عنده ديبوزيت بالدولار باللبنان اذا لقى واحد عليه دين للبنوكي بس انا بدي اتكسرت سيارتي هيدي راحت بقت الحادثه اذا انا بدي اشتري سياره واذا عندي شويه دولارات فيني اخذ تشيك فتش على وكيل يلي عليه دين للبنوك بعطيه تشيك بياخذ تشيك لانه هو بخفف دينه وانا بكون ارتحت من قسم من الديبوزيت او عقار او شيء هل ادي في عنا هل قد الازمه هل ادي عنا قدره نستعمل الديبوزيت تبعنا بس فقط كيف وعاد عن هيك ما فيك تستعمل هيدا عم نحكي بالدولار باللبناني اللبناني اي ودائع الدولار ودائع اللبناني انا عم اقول لك باللبناني المشكل في سيولي قد ما بدك مصرف بس ما بقى لها قيمه بصرف لبنان قد ما بدك بيطبع لك عارف كيف اوكي بقى في سيولي باللبناني بس لما بيكون الدولار وصل لهال العلو يلي هو فيه ما بقى في يعني ما بقى قيمتها الشرائيه انخفضت جدا يعني ما عاد في قيمه للمصاري ايه هذا الموضوع ما له حدود شو سعر الدولار صار يعني اوبن اندد مفتوح هيدا ما حدا بيعرف شو حدوده سعر الدولار لوين ممكن يوصل له علاقه بالطلب وبالعرض لوين ممكن يوصل بالوضع اللي نحن انا بدك اعطي رايي ايه بده يوصل لرقم لحتى نبطل نستورد اكثر ما كثير من ما فينا يعني حتى ميزان المدفوعات حتى ميزان المدفوعات يوازن يصير على الاقل ميزان المدفوعات متوازن ايه هلا دائما قد ايه يعني اي دون نو بس انا بعرف نحن بدها تنزل استيرادنا من برا بده يضل يطلع الدولار هيدي كل عمرها هيدي فورميلا بدائيه بالاقتصاد من ايام الجولد ستاندرد مثل ما كان الذهب بدل العمله هو الاساس فورميلا بدائيه انه اذا انت عارف كيف ميزان المدفوعات تبعك عندك عجز كبير فيه بيضل يطلع بيضل يعني ينزل قيمه عملتك حتى تصيري تلاقي كل شيء غالي برا تصيري تشتري قليل برا تيرجع يعاد توازن الا طيب بس هتقدر تعمل توازن وتبطل تستورد كثير من الخارج وما الى ذلك بدك تبطل ريعي بدك تبطل اقتصاد ريعي بدك تبلش تنتج تستغني عن اللي عم بتجيبه من برا هلا هو للحقيقه بموضوع في قسم انه صح ما في شك انه لبنان كل عمره اهمل القطاعات الانتاجيه اللي بسموها تراديشنال التقليديه يعني انا صاير معي قصه ما الي عين احكي معها عنا بأنفة ملاحات على البحر بيعملوا ملح يا خي سموها زراعة ملحية أو صناعة ملح المهم أخذتهم جمعتهم كلهم سوا لأنه بلشوا يستوردوا الملح المصري هذا معدن يعني بيمشوه من الجبال وبيجيبوه ماتت هالملاحات بطل حقوق أفقر الناس هودي أصحاب الملاحات بأنفة وبإلحاط هني تحت بقى جبتهم وفد لعند ما بنسى هسا دكتور رزق هيدا تبع مستشفى رزق هو كان وزير صناعه او شيء كذا صار يعمل لي نظريات بالاقتصاد انه بالاقتصاد انه لا نحن ملتزمين بحريه التجاره وكذا قلت له يا عمي اول شيء انت اول شيء بتعرف لك شو فقير بحياتك لانه ما بعرف اذا بتعرف فقره ولا لا ثانيا نحن طالعين من حرب بحق لنا نحن نحمي زراعتنا ونحمي صناعتنا طيب هلا فيك تقولي لي ست سمر بكل صدق وشفافية ليش الدولة اللبنانية بتحمي شركات السمنت 100% ومانعة استيراد السمنت
لدرجة أنه نحن بندفع ضعف أو ثلاث أضعاف سعر السمنت بندفعه وما بتاخد عليه حتى سيلز تاكس. مش ميتين من الجوع يا أخي، ما معه مصاري، ما بياخدوا حتى ضريبة مبيعات على السمنت. وبنفس الوقت ومتلقينا شركات السمنت وسخ وزبالة وسرطان، عرف كيف، ودمروا جبالنا وأكلوها. وبنفس الوقت بيمنعوا بيسمحوا باستيراد الملح المصري، تفلسوا كل جماعة الملاحات بالفقرة يلي هن بيلحاتوا بأنفي يلي هن ولدوا. فيك تفسري لي هالتناقض بين هالتنين؟ بس تفسر لي ليش سعر التون الاسمنت بلبنان هو الأقل تكلفة والأغلى؟ لأنه ممنوع الاستيراد. ممنوع الاستيراد، هن ثلاث شركات عاملين بسموه أوليغوبولي بالإيكونوميكس، يعني هن بيتفقوا بين بعضهم على سعر وبيمشوا على الكل، ما بينافسوا بعضهم فيه، بيقرروا هذا السعر يلي بالنسبة لهم بيربحهم أكثر شيء، بتعرف إذا علوا أكثر من هيك بخف الطلب، إذا بيضبطوا للسعر هذا. والدولة أنا بشارط وبأكد وزارة المالية حتى الأرباح حودي ما بتدفعن عليهم حتى ضريبة أرباح، غير إنه ما في ضريبة مبيعات، ما في ضريبة أرباح مضبوطة. أنا بالزمان سمعت وليد بايك على التلفزيون، لا سمعت وليد بايك على التلفزيون عم بيقول إنه أنا عندي بزبلين دفتر لإلي ودفتر للمالية للدولة، يعني هو قال، ما أنا سمعته على التلفزيون. صحيح. بقى هي الموضوع هيك، يعني نحن مشاكلنا متعددة جدا، أنه نحن عظيم اقتصاد راعي قد ما بدكم توسعوا، ما في مانع هلا بالموضوع، بس لا تهمل الاقتصاد تبعك التراديشنال التقليدي، زراعة صناعة، لأنه هيدا اللي فيك تعمل زراعة صناعة سياحة، يعني هالأشياء ما تكبها بالزبالة كلها سوا وما تعطيها لأي دعم. لك حتى رسوم ما فيك لك احميها على القليل، احميها الصناعات طبعاً، احط رسوم على الاشياء خاصة اذا كماليات، يعني ما بتضر الفقير فيها. يعني احنا بهالموضوع ما كان اخر همنا، يعني ما مش انه تامرنا، ما عنا استنشاء تام، يعني ما عنا كانت الاهتمامات في مكان اخر. ما عنا. طيب من جملة الاشياء يلي هي التعمية ويلي هي حتى الدولة حتى الحكومة حتى المعنيين ما عم يقدروا يعرفوا من رياض سلامة شو في بمصرف لبنان، بموضوع لجنة الخبراء يلي اجتمعت مع لجنة الخبراء يلي مكلفة من قبل وزارة المالية، انه اجتمعت مع مندوبي مؤسسة مالية دولية، حضر 5 خبراء من أمريكا والصين وأوروبا ولبنان، طلبت المؤسسة التزويد بمعلومات تفصيلية من مصرف لبنان حتى يكون النقاش علميا وواضحا، لكن مندوب حكم مصرف لبنان في الاجتماع قال إنه مستعد لمناقشة الأرقام في اجتماع منفصل مع مندوبي المؤسسة الدولية من دون حضور لجنة الخبراء، ما أثار استغراب أعضاء الفريق الدولي، إنه هي المرة الأولى بنسمع فيها إنه مصرف مركزي بيعرض معلوماته على جهة أجنبية ويحجبها عن لجنة خبراء محليين. كل عمرة المنظومة المالية هيك عنا بلبنان، الخزينة كل عمرة بتشتغل هيك، ومصرف لبنان كل عمرة بتشتغل. مصرف لبنان صار مش جديد، يعني لا صار له 15 سنة مصرف لبنان ما بيعمل بروفيت أند لوس ستيتمنت، ما بيعمل بيان بالأرباح والخسائر. بس بالمنطق كيف أنت بتكشف حالك وبتكشف موجوداتك بتكشف أرقامك أمام لجان أجنبية وما فيك ما بتسلمها بما فيه لرئيس حكومتك؟ ليش يعني ليش أنا بعتمد على أرقام برا؟ لأنه هني بيعطوا الأرقام لبرا. انتوا منين بتجيبوا الأرقام؟ ما بيعطينا نحن، الدولة ما بتعطينا ولا رقم، أنا كنايب ما عندي ولا رقم من الدولة اللبنانية ولا رقم. أنت قلت بالجلسة إنه وزير المال ما زود، ما مش هيك، ما حدا زودة. بيعطينا رقم نحن، نحن النواب 128 نايب ما عندنا ولا رقم صحيح. عنا موازنات مقدرة، نفقات مقدرة، يا عم النفقة المقدرة هي سقوف مالية، فيك تصرفها فيك ما تصرفها، فيك تصرف نصها، بدي أنا أرقام شو صرفته. كيف تقبلوا بهيدا الشيء كمان؟ ما هو في لوم عليكم كنواب كمان. ما هني موجودين، يعني نحن مثلا نرجع لقصة هيدي قصة قطع الحساب. هيدا قصة قطع الحساب هلا هيدي أنا حكيت عنها، أنه هيدا في بروفيسور طلياني اسمه لوكا فاسيولي كتب كتاب اسمه سما أريتماتيكا جيومتريكا بروبورشنالي إي بروبورشناليتا، ذكر فيه بعشرين صفحة ضخم، بعشرين صفحة منه ذكر عن كيف التجار بفنس بيسجلوا عملياتهم التجارية دبل أنتري، يعني كل رقم بينزل مرتين، مرة دبت مرة كريدت، عارف كيف؟ من وقتها اعتمد هذا هذا التدبير بكل مؤسسات العالم. هذا الحكي من 525 سنة، هيدا الحكي من 525 سنة، هيدا لوكا باسيولي. اسا بعد ما وصل لعنا عم يسدوا ابني هنا،
قطع الحساب يلي لوكا بسيولي كتب عنه ووثقه من 525 سنه بعد ما وصل لعنا عمس نواب. لا عنا الاكسترنال اوديت يلي هو مفروض يجينا قال من ديوان المحاسبه، انا قلت له هذا بكره بيحطوه مع بالقطرميز مع مع الخيار بالديوان المحفوظه، ولا عنا الانترنال اوديت يلي هو تقرير وزير الماليه. يا اخي التقرير عملته انت انترنال اوديت يعني قطع حساب داخلي، يعني راي جحب اهل بيته اعطينا اياه كمان ما بيعطينا اياه، ولا عنا حتى سنجل انتري يعني مثل اي دكان بتقول يا اخي شو تعال. فاذا انتم كيف بتناقشوا موازنات؟ نفقات مقدره بمقارنه بنفقات، فاذا عملكم غير مكتمل. نفقات ال 19 مقارنه بنفقات ال 2020 وبعدين بيحطوا تعملوا رسم تشبيهي يعني بحطونا بعدين بعدون عمود الفرق على اساس عم بيعلمونا الطرح بالجمع انه نحن ما بنعرف الطرح بالجمع، بحطوا لنا الفرق لانه 2000 بال 19 و2005 بال 20 الفرق هذه مثل نسبة الأمطار يعني بال يا خي شيلوا لي هذا الفرق هي العمود الطرح والجمع وحطوا لي محله شو صرفتوا أنتوا بال 19 شو صرفتوا بال 18 عم بحكي سنجل أنتري يعني مش عم بحكي قطع حساب عم بحكي شو صرفت يا حي أنت شو صرفت ما هو زنقة مدفوعات أو بينزلوا على الكمبيوتر عندك كل ما بتعقد نفقة أو بتدفع أنت بينزلوا عندك على الكمبيوتر ما في شيء ما عندنا أرقام نحن بلبنان منخاف من الأرقام في رعب كامل من الأرقام على كل المستويات على كل المستويات ما حدا بيسترجي يعطيك رقم صحيح بقى منتكل أكتر شيء أنا بتكل برا يعني هود المؤسسات برا لأنه بيعطونا هني أرقام ما بيعطونا إياهم لعنا